احنا هنتكلم النهاردة عموما على الهايبر ناتريميا، علشان الوقت مش هنتكلم على كل الصوديوم ديس اوردرز، وعشان ياخد حقه في الوقت. وهنشوف ازاي ان الصوديوم ده في الاساس مولوكيول مصري وباسبوره مصري. طب جاي تاخد جنسية تانية دلوقتي؟ هو أيوة من باسبور مواليد مصري. بريطانيا على يد بروفيسور ديفيز هامفري ديفي 1800 وحاجة و1807، وإنما هو مصري حتى النخاع. وهنشوف مع بعض إزاي. هو أنا شايف بس أنتوا مش شايفين. هو باين هنا كمان. لا بس هنا ما فيش. احنا يعني في رحاب الاقصر بنشكر الدكتور عبد الرحمن على اختيار المكان ده. منظر الصوديوم في صورته البيور في الطبيعه، ودي ميوزيوم سبيسمن، يعني دي مش هتلاقي المنظر ده غير في المتاحف، لانه يصعب انه يوجد في هذه الصوره في الطبيعه. وهنشوف ازاي ايه علاقه مصر وعلاقه بالصوديوم، وليه بنقول ان الصوديوم مصري. هنتكلم على الايتمز اللي قدام حضراتكم بخصوص الهايبر ناتريميا. الهايبر ناتريميا ان السيرم صوديوم يعدي فوق ال 145، بس مش بالضروره ان انا استناه. يعني هو لو من ساعه كان 130 وبقى 140، مش بالضروره ان انا اقف اقول لا لسه ما وصلش 145. لو هو رابيدلي رايزنج برضه هتعامل معاه على انه هايبر ناتريميك. ده سير هامفري ديفي، وهنشوف بعد شويه هو ايه علاقته بمصر. الووتر بالانس عموما بيلعب فيه تو ليمبس، بيلعب فيه الاوزمولاريتي وبيلعب فيه البلاد فوليوم. هنلاقي انه المينيوتست تشينج في الاوزمولاريتي تتريجر الووتر بالانس، بس الفوليوم تشينج محتاج فوليوم تشينج اكبر اب تو 10% علشان يبتدي يشتغل الووتر بالانس. فهو ليس سنسيتيف بات مور بوتنت موضوع الهايبو فوليميا. خليني اتكلم على الجنب اللي على يمين الشاشه، ان لما الاوزمولاريتي بتقل ده بيعمل نيجاتيف فيدباك على الانتي دايوريتيك هرمون، يعمل ووتر ري ابزوربشن يزيد، وبالتالي السوليوت او اليورين اوزمولاريتي هيزيد والووتر اكسكريشن هيزيد. على الجانب الاخر لما يزيد السولت نفسه وتزيد الاوزمولاريتي يزيد الانتي دايوريتيك هرمون، ويحصل نيجاتيف افكت على الرينين انجيوتنسن سيستم فيزيد الصوديوم اكسكريشن. الميكانيزم ده مهم جدا وهنبني عليه حاجات كتير واحنا بنتكلم. ايه الكوزس اوف هايبر ناتريميا؟ مهم ان احنا ما نتعاملش مع الهايبر ناتريميك تشايلد على ان هم كلهم نفس الشيء. احنا عندنا ثلاثه ميكانيزمز مختلفين تماما في الباثوفيسيولوجي بتاعهم. هل هو ناتج عن الووتر ديفيسيت، ولا ناتج عن الهايبوتونيك فلويد لوس، يعني فقد ميه بس الصوديوم اللي فيها اقل من الووتر لوس، ولا العيان ده اكشوالي عنده اكسس صوديوم؟ دول الثلاثه ميكانيزم اللي احنا بنتكلم عنهم، وهنلاقيهم كومبليتلي ديفرنت ساي في الفوليوم ستيتس.
العيان اللي عنده بيور ووتر لوس هلاقيه ايو فوليميك او هايبو فوليميك. اللي عنده هايبوتونيك فلويد لوس بالتاكيد هايبو فوليميك. انما اللي عنده صوديوم جين عنده هايبر فوليميا. اليورينري صوديوم هلاقيه يختلف حسب الميكانيزم. العيان اللي عنده صوديوم جين ده التوتال بودي صوديوم بتاعه عالي، وبالتالي الكدني بتحاول تتخلص من الصوديوم فتعمل له اكسكريشن. انما عيان الهايبرتونيك دي هايدريشن اللي جاي من جاسترو انترايتس ده رغم ان هو هايبر ناتريميك الا ان التوتال بودي صوديوم بتاعه ماله قليل. فعشان كده الكدني بتحاول ان هي توريتين الصوديوم انليس ان هو يكون رينال لوس للهايبوتونيك فلويد. فمهم ان احنا الرساله الاولى انه مش كل الهايبر ناتريميا از سنجل disorder ولا single pathophysiology، وهيبان ده معانا قدام برضو شوية. لو قلنا ان هنا الاكستراسيلولر فلويد وده الانتراسيلولر فلويد، ده جواه بوتاسيوم اهوت وده اللي جواه الصوديوم. البيور ووتر لوس الاقي فيه كونتراكشن للاكستراسيلولر وللانتراسيلولر فلويد قد بعض. عيان الجاسترو انترايتس الاقي الكونتراكشن بتاع الاكستراسيلولر فلويد بتاعه اكتر، وعدد نقط الصوديوم بدأ مالها مقارنة بالنورمال قل. إنما عيان الدايبيتس انسيبيدس هايبر ناتريميك والتوتال بودي صوديوم بتاعه ماله نورمال، لأنه هو هايبر ناتريميك نتيجة جاست بيور ووتر لوس. فالبيور ووتر لوس ألاقي التوتال بودي صوديوم عدد النقط الصوديوم اللي قدامي دي ثابت زي النورمال، هنا الاقيه بيقل. لو العيان عنده actual sodium intoxication او hyperaldosteronism هلاقي التوتال بودي صوديوم بتاعه عالي وعنده expansion للاكستراسيلولر فلويد فوليوم. دي في حد ذاتها رساله مهمه جدا. تليفون الساعه 2 الفجر، يا باشا معايا طفل 4 سنين هايبر ناتريميك، اعمل معاه ايه؟ ما اعرفش تعمل معاه ايه، لان انا مش عارف الميكانيزم اللي ادى بيه الى الهايبر ناتريميا ايه. ووتر ديفيسيت سواء رينال او في اطفال الحضانات، والدكتور هشام والدكتور عبد الرحمن الولاد اللي على الراديانت وورمرز لو دخلوا في هايبر ناتريميا دي نتيجه الووتر ديفيسيت، او الديمينيشد انتيك زي الان افكتيف بريست فيدنج، وده اهم سبب في الديفلوبد كونتريز على فكره. الان افكتيف بريست فيدنج والتشايلد نيجلكت او التشايلد ابيوز. هنا الشباب بتوعنا يجي يقرا في نيلسون فيلاقي الكلام كله على الميكانيزم ده، يجي واخد التريتمنت وعايز يطبقها على الميكانيزم بتاعنا احنا اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الدياريه، ما تركبش. فهيجيب لك الكتابه دكتور خالد ويقول لك والمصحف الهايبر ناتريميا اهي، قول له مش دي بتاعتنا، مش ده الميكانيزم بتاعنا. الهايبوتونيك فلويد لوس سواء من الدايوريتكس او من الفوميتنج والدياريه، دول اهم اسباب عندنا. والصوديوم جين كل اسبابه، اديت صوديوم بايكارب كتير، اديت هايبرتونيك سلاين كتير وانت بتعالج حاجه. الدراوننج وان اوف ذا كومن كوزز الدراوننج ان سولت ووتر، وهنقول عليه كلمه كده سريعه. فاحنا بنقول why not a single disorder، لانه التوتال بودي صوديوم متفاوت، ولان الاكسترا سيلولر فلويد فوليوم بتاعنا برضو متفاوت. الصوديوم مصري، وفي العصور الوسطى كانوا اللي يجيله صداع بيدوله ميكسشر كده مليان صوديوم كانوا بيسموه السودانوم. طب ده ايه علاقته بمصر؟ برضو هنعرف بعد شويه. كلينيكال بيكتشر هتعتمد على السيفيريتي والريت اوف ديفلوبمنت. انا ممكن يجي لي طفل اسيمتوماتيك والصوديوم بتاعه 190 لمجرد ان هو كان فيري سلولي ديفلوبينج فما يجرالوش حاجه. السيفيريتي برضو بتفرق. دي الحاجات اللي كلنا عارفينها، الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، الليثرجي، الهاي بيتشد كراي، مش هنقف عنده كتير. هو ايه الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل اللي بيخوفنا من الهايبر ناتريميا؟ لو الهكساجونز الزرقاء دي هي الصوديوم وبدات تزيد في البلد، البلد اوزمولاريتي هتزيد، وهيبقى في ريسك انه يحصل ووتر شيفت من البرين لل
الاكسترا سيلولر فلويد للبلد. طب وانت زعلان ليه لما يحصل الشيفت ده؟ لانه انا عندي في حاجه اسمها البريدجنج فيزلز ماشيه ما بين الديوره والسيرفيس اوف ذا برين. يعني لو دي الديوره وده البرين، دي البريدجنج فيزلز ماشيه كده، فلما البرين بيشرينك بيشد عليها ويقطعها يجي للطفل بساب ديورال هيموريدج مع البرولونجد نيجليكتد هايبر ناتريميا. طب البرين هيسكت؟ لا ما بيسكتش. البرين مع اول بدايات ان الصوديوم يبتدي يزيد يبتدي اكيوميوليت الكترولايتس، مولوكيولز خفيفه سريعه الحركه سهل ان هي تروح وتيجي علشان تبالانس الاوزمولاريتي. بس مع زياده الهايبر ناتريميا وان هي تبقى برولونجد وسيفير يبتدي البرين يريبليس الالكترولايتس دي بهيفير اورجانيك اوزمولز، حركتهم صعبه جدا. يجي الطبيب الماهر الحاذق الشاب غير المدرب يلاقي الصوديوم 180 يعمل فيه ايه؟ ينزل البرين ما يعرفش يتخلص من الهيفي مولوكيولز بتاعته ات ذا سيم ريت، يبتدي يحصل الاوزمولار شيفت بالمشقلب ويبقى ده منظر البرين. محدش عارف ده سبلين ولا ليفر ولا سلكاي ولا جايراي، كله ديميتاس برين. انا كنت ناوي اشرح دي بس دي بتاخد 5 دقائق، فهستسمحكم هنسيبها للزملاء بتوع العنايه قدام شويه. يعني بعد ال انا عايز اقف قدام المعادله دي. لما يكون العيان هايبر ناتريميك واليورين اوزمولاريتي بتاعته عاليه، هل هو اليورين اوزمولاريتي بتاعته عاليه نتيجه ان هو بينزل الكترولايتس في اليورين وبالتالي ده اللي معلي الاوزمولاريتي؟ يعني هل الاوزموتيكالي اكتيف مولكيول اللي في اليورين هو الالكترولايت ولا اذر مولكيولز؟ اضرب 2 في اليورينري صوديوم زائد البوتاسيوم. لو طلع اكتر من 6 من 10 من الاوزمولاريتي بتاعت اليورين يبقى الالكترولايتس هي السبب الرئيسي في زياده الاوزمولاريتي. لو طلع اقل دور على سبب تاني ويبقى الالكترولايت اكسكريشن مش هو سبب الانكريزد يورين اوزمولاريتي. يبقى 2 في اليورينري صوديوم زائد بوتاسيوم اكتر ولا اقل من 6 من 10 من اليورين اوزمولاريتي. طب احنا نعمل ايه حاجه لينا في الاستقبال كده سريعا بره العنايات؟ العيان ده هايبوفوليميك هايبر ناتريميا يبقى لصص، فقد فوليوم، فقد فوليوم من الكدني ولا فقد فوليوم نون رينال؟ بص على اليورينري صوديوم، لو اليورينري صوديوم عالي يبقى بيفقد فيه اليورين، لو اليورينري صوديوم اقل من 20 يبقى ده نون رينال. الايوفوليميك هايبر ناتريميا ده هيبقى صعب، بس الهايبر فوليميك هايبر ناتريميا ده فور شور عنده صوديوم اكسس. عشان كده مهم ان احنا نبتدي كلنا نتعلم ازاي كلينيكالي وبالنون انفيزيف تكنيكس نقيس الانترافاسكولار فوليوم. ده ما عادش رفاهيه في العنايات. الكومبليكيشنز احنا قلنا انه لو سبته بيحصل له هيموريدج، لو عالجته غلط بيحصل له برين اديما، وكده كده بيبقى عندنا higher tendency for thrombotic complications as a complication من الهايبر ناتريميا. هقف شوية عند الهايبر ناتريميا ان دايريا اللي بتهمنا اكتر. الفيكال صوديوم لوس بيتفاوت من بلد لبلد ومن اتيولوجي الى اتيولوجي، انما اليوجوال ان الستولز ار هايبوتونيك، الصوديوم كونتنت بتاعها فيه من 35 الى 60. واحنا يوجوالي بنريبليس بمور هايبوتونيك. كويس؟ فالهايبر ناتريميا صعب ان هي تحصل في الدايريا غير لو في لاك اوف اكسس تو ووتر او بيرزيستنت ايمسز او ديمينيجد انتيك، زي ما حد مثلا ايه الولد ده لا ما احنا هنمنع عنه اي حاجه لانه في ايمسز شديد. ده الكومبوزيشن اوف او ار اس في الحياه.
لو العواجيز اللي زي حالاتي اللي كانوا بيتكلموا على موتور اللي هو بيلف العالي ده بتاع الاريال، دول عصروا المرحلة الاو ار اس اللي قبل 2002 لما كان الصوديوم 90 والاوزمولاريتي 311. بعد كده نزلوا الصوديوم كونتنت، ولو تلاحظوا كل الحاجات اللي موجودة بره اقل من ال WHO كومبوزيشن. لما نيجي نشوف البانل التحتاني دوت، نشوف السبرايت والكولا والناس دي، الحاجات دي ما فيش فيها صوديوم، داز نوت ريبليس صوديوم. شايف الصوديوم عامل ازاي؟ باستثناء شوربه الفراخ، شوربه الفراخ الصوديوم بتاعها عالي جدا. بس شوف هناك الاوزمولاريتي عامله ازاي بتاعت الكولا والابل جوس والتشيكن بروث، اوزمولاريتي عاليه للغايه 700، اعلى بكتير من النورمال اوزمولاريتي. عشان كده برضو الطبيب اللي هو الماهر الحاذق غير المتدرب قال ايه؟ قال لها يا ست نص سبرايت ونص ميه، مش قالوا كده؟ ما وصلتكوش؟ اه وصلت، نص سبرايت ونص ميه. هو بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يقلل الاوزمولاريتي دي، قال يعني بيوصل لل WHO ORS اوزمولاريتي. اهو حاول. انا هقف عند المسجز المهمه. الاورال ريهايدريشن ثيرابي هو الكورنر ستون في التريتمنت بتاع كل الدياريال ريليتد الكترولايت ديس اوردر، وهو بيصلح نفسه كويس جدا مع الاو ار اس. امتى هحتاج انترافينوس ثيرابي؟ لو في شوك، لو في ريد فلاجز، لو في كلينيكال ايفيدنس اوف ديتيريوريشن، او في بيرزيستنت فوميتنج من الاو ار اس. حد فلويد قد ايه؟ اوفر قد ايه اوف تايم؟ والكومبوزيشن بتاعه ايه؟ هرجع افكركم تاني انه في حالات الدايرية التوتال بودي صوديوم ماله؟ قليل، كويس؟ يعني الواد ده الصوديوم بتاعه 180 ومحتاج صوديوم يا دكتور؟ محتاج صوديوم يا دكتور. ليه؟ لان التوتال بودي صوديوم بتاعه قليل، بس الووتر اقل من الصوديوم. افكر حضراتكم برضو بان احنا عندنا هذا التفاوت في التوتال بودي صوديوم وفي الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. الفورمولا دي لذيذه جدا بقى، هي ما بتشتغلش يعني بالظبط في الكلينيكال براكتس، بس الديكلاين في الصوديوم اللي هيحصل مع كل لتر فلويد بتديه بيساوي الفرق بين الصوديوم كونسنتريشن بين اللي داخل واللي موجود اللي هو الانفيوزيت ناقص السيرم صوديوم مقسوم على التوتال بودي ووتر زائد واحد. التوتال بودي ووتر تساوي البودي ويت مضروبا في 6/10. المعادله دي هنرجع لها تاني، بس هي معادله حاكمه ومهمه للغايه، وهتقول لنا على حاجات كتير نعملها وحاجات كتير ما نعملهاش. هرجع تاني. رسالتي ايه؟ رسالتي انه لما يكون الميكانيزم في هايبر ناتريميا ووتر اند صوديوم نص، لو سمحت الستارتنج فلويد بتاعك يبقى النورمال سلايد. النورمال سلاين ولا الرينجر لاكتيت؟ نورمال سلاين. النورمال سلاين الصوديوم بتاعه 154، الرينجر لاكتيت 130، واحنا متكلمين على عيان هايبر ناترينك بنتكلم على 160 و170. فحتى النورمال سلاين اللي الناس بتقول لك يعني ما هو فيه صوديوم كتير، هو ريلاتيفلي هايبوتونيك على البيشنت، مش كده؟ بالظبط. فالرينجر لاكتيت مش معانا رغم ان هو فيه صوديوم محترم. لو ارقام الصوديوم وصلت الى ارقام ضخمه جدا بقى 190 و200،
وبدأ الفرق بين الاكشوال سيرام صوديوم والصوديوم كونتنت اوف ذا نورمال سلاين يبقى واسع قوي، هيبقى الديكلاين عامل ازاي؟ سريع جدا. هنا بينصحوا يعني، بس دي حاجه متطرفه بشده، مش متطرفه، ريرلي يوزد، يعني ان احنا نعمل سوليوشن عباره عن مخلوط من 3% صوديوم كلورايد ومن النورمال سلاين يكون الصوديوم كونتنت بتاعه 10-15 فقط، اقل من السيرام صوديوم، عشان الديكلاين برضو يفضل ايه كنترول. يعني انت الناس مش عاجبها النورمال سلاين، لا ده في الحالات السيفير الكرونيك البرولونجد اللي البرين كان عنده فيها وقت ان هو يكون الايديوجينيك اوزمولز الثقيله اللي ما بتتحركش، لا خده بقى خالص بالراحه واديله صوديوم 10-15 فقط، اقل من السيرم صوديوم بتاعه. الجمله الاخرانيه دي try not to give boluses، وانت بتعالج هذا الديهايدريشن try ان انت ما تديش بولس. ليه؟ لان الولاد دول اصلا rarely shocked. ليه rarely shocked؟ لان حاميهم الاوزمولاريتي العالية بتاعتهم من الصوديوم اللي عاملة restoration للبلاد فوليوم على حساب الانتراسيلولار فلويد، وسحبة الفلويدز منين؟ من السيلز، فما زال الانترافاسكولار فوليوم ماله مش وحش، ما يبانش عليه شوك سريع هذا العيان. ويخدعك ازاي؟ لو انت قللت له الاوزمولاريتي بتاعته بسرعه عن طريق فلويدز غلط، الشوك تبان، لان انت ابولجد البروتكتيف ميكانيزم اللي كان حميه من ظهور الشوك. مكالمه الساعه 2 بالليل، ده الولد كان جاي الصوديوم 180، اديته 2 بولس، بس الكابيلاري ريفيل تايم بتاعه بقى اوحش. ليه؟ لانك قللت الاوزمولاريتي، رجع الفلويد الثاني للانتراسيلولار كومبارتمنت، اتكشف الهايبوفوليميا بتاعته، فما تديش بولس. ده ريسيرش كنا عملناه من 10 سنين على النورمال سلاين في الدياريا الريليتد هايبرناتريميا، وده كان الريت اوف ديكلاين في اول 6 ساعات في السيرم صوديوم في الاطفال اللي اخذوا 20 و40. كل ما زاد الفلويد بولس اللي كان الطفل بياخده، والمورتاليتي زادت 10 مرات في اللي اخذوا 40 ملي بركيجي او اكتر، وده كان منشور في اليوروبيان جورنال اوف بيدياتريكس 2011. هندي الديفيسيت على 50-100، هنقسمه على يومين زي ما الكل عارف علشان ما نصلحش بسرعة. هنديه نورمال سلاين وهنمونيتور السيرم صوديوم، ومسموح لنا اب تو 12 ايه؟ اب تو 12 ملي اكويفلنت بير داي ديكلاين في السيرم صوديوم. ده ايه يا دكتور؟ ده التارجت؟ لا، ده الماكسيموم. يعني ام نوت تارجتنج العشرة ولو قلت عنها ازعل، لا ده الماكسيمم اللي لو زدت عنه ازعل. رقم ده ازاي تحسب المينتنانس؟ خلينا ناخد الاكزامبل ده عشان نختم. طفل 10 كيلو، سيرم صوديوم 175، جاي سيفيرلي ديهايدريتد، وفي كونترا انديكيشن او الاو ار اس بتاعه مش شغال، ومحتاجين نديله انترافينوس فلويد ثيرابي. الديفيسيت بتاعه كام اخونا ده؟ ليه 30؟ سيفيرلي ديهايدريتد هنحسب له على 50-100، خلينا نحسب على 100، فالديفيسيت بتاعه 1000. حد منهم قد ايه في اول يوم؟ 500. والمينتنانس بتاعه كام على المعادله القديمه بتاعتنا؟ 1000 برضه. فاول يوم هياخد كام؟ 1000 مينتنانس و500 ديفيسيت. حلو الكلام؟
يبقى هياخد 1500 زائد الاونجوينج كلوزز. مش هنتكلم على الاونجوينج كلوزز. فاكرين المعادله دي؟ المعادله اللي فوق دي فاكرها؟ لو ادينا ال 1500 مللي دول نورمال سلاين، الديكلاين هيبقى 3 مللي ايكويفالنت لكل لتر، يعني هيبقى 4.5 لللتر ونص. اكسبتد ولا لا؟ اكسبتد. لما تيجي نقلله بسرعه عشان نخلص، لو اديت هاف نورمال سلاين الرقم ال 4.5 دوت، مش عايز اشغلكم بالحسابات، هيزيد الى 21 مللي ايكويفالنت متخطيا كل المسموح بيه. طب الاونجوينج لوس هعمل فيه ايه؟ قاعده الاونجوينج لوس ان انا بدي فلويد الكومبوزيشن بتاعه قريب للي الطفل فقده. فاكرين لما قلنا ان الصوديوم كونتنت اوف ذا ستول 35 الى 60، اقرب حاجه للبتاع دوت الهاف نورمال سلاين. فاحنا نقدر نريبليس الاونجوينج لوسز بهاف نورمال سلاين، بس مش لكل حاجه. الديفيسيت والمينتنس هيكونوا نورمال سلاين. مش هقول كل دوت، انا عايز اقول بس انه الطفل اللي حصل فيه اكيوت سيفير هايبر ناتريميا، اكيوت سيفير، غرق في البحر، شرب ميه بملح، طلع صوديوم 190، ينطبق عليه اللي احنا قلناه ده؟ ما ينطبقش. اقدر انزله بسرعه؟ اقدر بالظبط، لانه لسه كل الميكانيزم اللي احنا قلناه ده احنا مش خايفين منه. طب لو حصل مني تو رابت دروب وانا مش عارف كان 190 وبعد ساعه بقى 180، ادي تريبل سترينث سلاين وهو 180 وهو 180، ليه؟ لان انت عايز ترجع تاني للستارتنج بوينت وتبتدي تعيد حساباتك مره اخرى. ايه حكايه الصوديوم المصري ده بقى؟ ده سير هامفري ديفي، فكركم ايه علاقته بمصر؟ اكتشف اثار، متجوز مصريه، جات له بالهدف. هو ملوش اي علاقه بمصر، هو راجل انجليزي عادي على فكره، وبيشجع الاهلي يمكن، بس كبير وبيشجع الاهلي. فاكرين لما قلنا انه في العصور الوسطى كانوا بيدوا للهيدك المحلول اللي اسمه ايه؟ السودانوم. سودانوم ده جاي من كلمه صداع، وكلمه صوديوم اصلا جايه من كلمه صداع. مفاجاه ان كلمه صوديوم اصلا جايه من كلمه صداع باللغه العربيه. الصوديوم باللاتيني ايه؟ ناتريوم. ناتريوم جايه من وادي النطرون، لان ده اول مكان في التاريخ استخرج منه ملح النطرون اللي المصريين القدماء استعملوه في التحنيط، وسمي الناتريوم نسبة إلى وادي النطرون، فهو مصري، المصريين استخدموه في التحنيط، اسمه اللاتيني جاي من اسم وادي النطرون، اسمه الإنجليزي جاي من كلمة باللغة العربية، فهو ده باسبوره. هو من مواليد بريطانيا 1807، لكن باسبوره مصري وبيشتغل في لز قلوي، ده الوظيفه بتاعته. ده ماي تيك هوم مسج، اندرستاند يور فيسيولوجي، فاشن ذا تريتمنت انديفيدوالي بالبرنسبلز اللي احنا قلناها، بي سلو بي كيرفول اند يوز ايزوتونيك راذر ذان هايبوتونيك سوليوشن. ثانك يو فيري ماتش.